بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله معنا موقع جديد وربح جديد من البيتكوين. معنا موقع تعدين اسمه ماي هاش، بيدينا فري على التسجيل 3 جيجا هاش مجانا. الموقع فيه حاجة جميلة، يعني الجيجا هاش رخيصة هنا كده في الموقع عن بقية المواقع التانية. طيب نيجي للتسجيل، سين اب، هنا اسمك، هنا ايميلك، الباسورد، البي اي ان، اكد على البي اي ان، تمام، اللي هو الاربع ارقام تكون فاكرهم كويس، لان دول اللي انت كل ما تطلب السحب هيطلب منك الاربع ارقام. بعد كده سين اب، خلاص. هو تقريبا الموقع ما بياكدلكش التسجيل من الايميل، مش فاكر بصراحة. المهم نضغط لوجن، هنا كده اليوزر نيم اللي انت اخترته، بعد كده الباسورد، بعد كده ندخل على الموقع نشوفه من جوه. دي واجهة الموقع، ادي التلاتة جيجا هاش اللي هو ادهالنا مجانا. وبيقول لك هنا كده المقدر لك في اليوم من التلاتة جيجا هاش ان هو بيعدي لك 12245، ده اللي عجبني فيه يعني. وهنا كده الربح الإجمالي البالانس بتاعك، أنا هنا 3936، وكان أول تسجيل ليا النهاردة، يعني ما كملتش 5 6 ساعات بالفري هنا، يعني أنا شايف ربح ممتاز. وفي كمان جميع عملات الافتراضية اللي هي بيتكوين، لاتكوين، دوخ كوين، بلاك كوين، بص يعني جميع تقريبا جميع العملات. طيب هنا كده الجيجا هاش ب40 سنت، والميجا هاش ب9.36 دولار، ده لو حبيت ان انت تستثمر في الموقع والموقع عجبك. طيب عفوا، هنا لو مش هنستثمر بتستفيد منه برضو، يعني كل يوم بيطلع لك منه 12000، حاجة حلوة برضو، فري يعني بتستفيد منه برضو. نيجي هنا لو حبيت ان انت تستثمر فيه والموقع خلاص عجبك يعني وشايف ان الربح فيه جميل، هنا بيديك رابط محفظة، بتاخده وبتروح المحفظة بتاعتك وبتحول من عليه، تمام. هنا لويس دراو السحب، بيقول لك حددنا للسحب من البيتكوين 0.003، يعني 300000 ساتوشي حددنا للبيتكوين، و4 مليون لاتوشي لللايت كوين، تمام. بعد ما مثلا وصلت لحد الأدنى تختار البيتكوين أو اللايت كوين اللي أنت متعدل عليه، مثلا البيتكوين، وبتحط الرقم بتاعك هنا كده اللي تعدل لك عليه، وهنا الولد بتاعك، الأدرس بتاع الولد بتاعك، وهنا البي أي إن اللي قلتلكوا أكدوا عليه، اللي هو 4 أرقام اللي أنت اخترتهم، وبعد كده ويزدراو. الموقع يعني جميل، انا شايف ان هو جميل، واخد من ار دي بي برضو ده حاجات كده، وشايف ان الربح بتاعه عالي يعني بالنسبة لتلاتة جيجا فري، وبيديك 12245 ساتوشي في اليوم، حاجة جميلة طبعا جدا. وبيشمل كل العملات، يعني تعدل على جميع العملات. وكده كنا انا شرحت الموقع باكمله، ويا رب تكون استفدت مني. لو استفدت مني يا ريت ما تبخلش عليا بلايك، وكومنتاتكم الجميله ديت اللي بتشجعني اكتر واكتر ان انا اجيب لكم مواقع. وهنبتدي بقى ان احنا ندور على مواقع الاستثمار والتعدين، ندخل بقى في الجد كده، يعني تعبنا من مواقع الفوزت ان احنا نفضل نلم منها، يعني اللي هم المتابعين اللي قدام اللي كانوا معايا طبعا اكيد يعني كلنا استفدنا من الفوزت وكده. ولو كنت انت متابع جديد او شغال لسه جديد في البيتكوين، عندك شروحات كتيرة جدا في القناة هتستفاد منها، ويا ريت تعمل لنا سبسكرايب وتشاهد كل جديد ننزله على القناة. يا رب الشرح يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.